موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الثالثة والنصف، أهلا بكم. انطلقت اليوم الخميس في بلدية رقادة بالقيروان أشغال إنجاز وتهيئة عدد من الطرقات بعمادة الحمام وزعفران ورقادة، وهي مسالك حيوية طالب الأهالي بتهيئتها لفك العزلة عن القرى، كما طالبوا بإتمام تهيئة بقية المسالك. تكلفة المشروع 250 ألف دينار، وهناك مشاريع مستقبلية بقيمة حوالي 3 مليون دينار لجميع عمادات رقادة. وتتابعون في نشرة الخامسة والنصف أكثر التفاصيل مع رئيس بلدية رقادة الطيب الطالبي. بشأن صرف جرايات شهر أفريل 2021، يعلم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كافة المنتفعين بالجرايات أنه سيتم صرفها بداية من يوم الجمعة 23 أفريل، وذلك بالنسبة إلى جميع المنتفعين مهما كانت طريقة الخلاص. كما يعلم جميع متقاعدي أسلاك الوظيفة العمومية أن جرايات شهر أفريل تتضمن صرف أول قسط من مجموع خمسة أقساط بعنوان مستحقاتهم من مخلفات الزيادة العامة في الأجور للفترة من شهر أوت إلى ديسمبر 2020، وسيتواصل صرف هذه الأقساط بصفة شهرية ضمن جراياتهم إلى غاية شهر أوت. في ولاية جابس وتحت شعار أوقف التلوث نحب نعيش، طالب مواطنون بالحد من الانتهاكات البيئية بالجهة، وحذروا من احتمالية حدوث كارثة بيئية مدمرة، داعين إلى التحقق من معايير السلامة في جميع المناطق الصناعية في جابس، مع ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي القائم على الصناعات الملوثة وذات الطاقة التشغيلية المحدودة، وتركيز منوال تنموي بديل يحترم البيئة والإنسان وقادر على توفير الشغل ويقطع مع الجرائم البيئية حسب البيان. احتفل اليوم محرك البحث جوجل بيوم الأرض العالمي الموافق ل 22 أبريل، حيث قام بتغيير شعاره بصورة أشجار ونباتات تعبر عن جمال الطبيعة والتنوع الإيكولوجي. كما عرض محرك البحث فيديو يوضح ما هو يوم الأرض وما يجب فعله في ذلك اليوم للمحافظة على الأرض كمصدر للحياة، وبدأ هذا الاحتفال منذ عام 1970 بهدف الدعوة إلى بيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر. عالميا أيضا، وجدت دراسة علمية جديدة أن حوالي 5000 طن من الغبار القادم من خارج كوكبنا تسقط سنويا على الأرض، إما من الكويكبات أو المذنبات التي تمر من حين لآخر قرب الأرض. وتوصل باحثون فرنسيون إلى أن كوكبنا يستقبل كل عام حوالي 5200 طن من هذا الغبار، وهو رقم كبير جدا مقارنة بوزن النيازك التي تسقط على الأرض كل عام، والتي قدرت بحوالي 10 أطنان سنويا. والكثير من هذا الغبار لا يصل إلى سطح كوكبنا، وإنما يتحول في الغلاف الجوي إلى شهب. أطيب الأوقات وأسعدها على الحياة فام. موجز الأخبار على الحياة فام.